لو حد في يوم من الايام سألني لو في فكرة واحدة طبقتها في حياتي ممكن تغيرها كلها بالكامل ايه هي؟ هقوله الفكرة دي. لمئات السنين كتير من البشر ورياضيين حاولوا ان هم يجروا ميل في اقل من 4 دقايق، بس كل حد حاول ان هو يجري الميل في اقل من 4 دقايق فشل، لدرجة ان في مقالات علمية بدأت انها تطلع بتقول ان مستحيل لبشري ان هو يجري الميل في اقل من 4 دقايق، وسمي هذا الحاجز بالـ 4-minute barrier. الناس فعلا كانت ظنة ان هو مستحيل، لحد ما في يوم 6 مايو 1954 روجر بانستر من انجلترا كسر حاجز الـ 4 دقايق. بانستر blazes on in a savage drive, punishing himself to the limit of human endurance in his desperate dash, and he sweeps to victory in the mile of the century. وعمل رقم قياسي عالمي جديد 3 دقايق و59 ثانية و4 فاصل من الثانية، يعني كسره بالظبط في 0.6 فاصل 6 من الثانية. عارفين ايه اللي حصل بعد كده؟ الناس بدأت تكسر الحاجز ده كأنه ولا اي حاجة، ناس طلبة في المدرسة، لدرجة ان هو ارقام قياسية كتير اتعملت بعديه. دلوقتي في حوالي اكتر من 1400 شخص قدروا ان هم يجروا الميل في اسرع من 4 دقايق. لا مش بس كده، السنة اللي فاتت دي بس 82 طالب في الجامعة كسروا حاجز الـ 4 دقايق. ايه اللي حصل يا ترى؟ اول ما روجر بانستر قدر ان هو يكسر الحاجز لاول مره، الناس بدات انها يبقى عندها ايمان ان هما يقدروا يكسروا هما كمان. لو في حد بني ادم قدر ان هما يكسروا، الموضوع ما بقاش مستحيل. مهم ان احنا نركز ان التغيير اللي حصل ده كان تغيير في العقليه. التمرين اللي هم كانوا بيتمرنوه قبل ما الحاجز يتكسر او بعد ما الحاجز يتكسر نوعا ما مماثل، بس اللي اتغير فعلا هي عقليتهم وإيمانهم إن الحاجز ده ممكن هو يتكسر. بعدها بسنين كتير جت عالمة اسمها كارل دويك، قالت إنها عايزة تعمل بحث علمي تشوف ليه في شوية طلبة بيجيبوا درجات أعلى من الطلبة التانيين. حبت إنها تشوف هل في psychological differences أو فروق سيكولوجية ما بين الطلبة اللي بتجيب درجات كويسة واللي مش بيجيبوا درجات كويسة. واتضح لها من خلال الريسيرش بتاعها إن فعلاً في فروق سيكولوجية. الطلبة اللي كانت بتجيب درجات كويسة كان عندهم عقلية هي سمتها growth mindset، والطلبة اللي ما كانتش بتجيب درجات كويسة سمت العقلية بتاعتهم fixed mindset. Growth mindset is when students believe that their abilities can be developed. A fixed mindset is when they think, I just have a certain amount and that's it. In study after study, we have shown that kids who have a growth mindset get higher grades. The growth mindset, هنسميها عقلية النمو. العقلية دي معناها ان انت مؤمن انك انت قدراتك والحاجات اللي انت بتقدر تعملها دلوقتي ممكن تقدر ان انت تحسنها في المستقبل لو انت اجتهدت واشتغلت عليها. الفيكست مايندسيت او العقلية الثابتة بتؤمن بعكس ده، الحاجات اللي انت مش كويس فيها برضو هتفضل مش كويس فيها حتى لو انت اشتغلت عليها. وخلال البحث بتاعها ده لقيت ان لما بتقول للطلبة وتمدحهم على مجهودهم بيبدأوا ان هم يتحسنوا احسن من لما كانت بتمدح الطلبة الاذكياء وتقول لهم ان هم اذكياء. Kids who are praised for their intelligence, our research shows, don't want to challenge afterwards. They don't want to work hard on something. And if they hit difficulty, that's it. بمعنى صح مش كويس ان احنا نمدح الطلبة او الاطفال على قدر ذكائهم وان احنا نقول لهم ان انتوا اذكياء، بالعكس ان احنا مفروض نمدحهم على قدر المجهود اللي هما بيبذلوه، علشان ده بيخلي عندهم الايمان بفكرة ان انا لما ببذل مجهود اكتر انا بتحسن اكتر، وبيكون عندهم عقلية النمو او الجروث مايندسيت دي. فمن الاخر ما تقولش انا مش كويس في الرسم، قول انا لسه مش كويس في الرسم ولكن انا ممكن اتحسن لو حطيت المجهود ده. ما تقولش انا مش كويس في الفيزياء او الرياضيات. دايما انهي اي جملة بتقول فيها ان انت مش كويس بحاجة او ان انت بتقولي انت مش كويسة في حاجة بلسه، لان لسه في قدام فرصة ان احنا نتحسن فيها. انما لو قلت انا مش كويس في المطلق، ده بيدي ايحاء لدماغك انك انت ما تقدرش ان انت تتحسن في الحاجه دي حتى لو بذلت مجهود، زي اللي حصل مع الفور مينيت بارير اللي انا كنت بحكي لكم عليه. الناس كانت ظنه ان هو مستحيل انها تقدر تكسر حاجز الـ 4 دقايق، وعشان كده ما كانوش بيحاولوا بقدر الامكان اللي عندهم، وكان المجهود اللي بيبذلوه دايما بيكون اقل من اللي ممكن يقدروا يبذلوه لو كانوا عندهم الايمان ان هم يقدروا يكسروا الحاجز ده. ببساطه شديده، لو انت مصدق انك انت تقدر تتحسن هتتحسن، ودي حاجة احنا كلنا واحنا مولودين صغيرين كده كنا مؤمنين بيها. احنا كنا مش بنعرف ان احنا نمشي، ما كنا بنقع، ومحدش كان من كتر الوقعات بيقول انا قررت ان انا مش همشي. مفيش طفل شفته في حياتي بيقول لا انا خلاص انا وقعت كتير جدا وقررت ان انا مش شاطر في المشي فانا مش همشي. احنا كنا عندنا الـ growth mindset دي، ولكن مع الوقت بنبدأ ان احنا نفقدها، لان
المجتمع بيبدأ يقول لنا انت مش كويس في دي، انت مش كويس في دي. للأسف النظام التعليمي والطريقة بتاعت التربية اللي احنا عادة بنتربى بيها او بنتعلم بيها دايما بتقارننا بناس تانية وبتقول لنا ان انتوا في المرتبة دي. فمع الوقت بنبدأ ان احنا نفقد الجروث مايندسيت اللي كانت امبيدد جوانا، كانت جزء من فطرتنا، وبنبدأ ان احنا نديفلوب الفيكست مايندسيت او التصديق ان احنا مش كويسين في حاجات وما نقدرش ان احنا نتحسن فيها. فأتمنى ان الفيديو ده يكون تذكرة لأي حد، وان احنا نبدأ نفكر ان احنا نقدر نتحسن علشان نتحسن. الى اللقاء في فيديو اخر من افكار غيرت حياتي.